ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، أين شهد هذا الصالون إقبالا منقطع النظير للظفر بتصريحات عصرية، حيث تصل سعر التسريحة إلى 600 دينار، ومع تثبيت الكيراتين تقدر ب 3500 دينار، فلم تعد الموضة والجمال تقتصر على النساء فقط. جيت ليسي شعري من هنا، قاو كلكي زاد العيد واحد يجي ستيكي يروحوا من هناك، داك تعرف الغاشي ليلة العيد، من هنا الناس قاعدة تحب ستيكي يروحها. شوف يا خو بقى شوية العيد. استنينا شوية بصح الحمد لله سلكت يا خو، ودوكا راح قدالت راح نحفو إن شاء الله واللي يسوق. الشيطان تاعي استنيت بيبري واحد جوج سوايع ونص. كما يقولوا راك تعرف ليلة العيد أوبليجي الغاشي يكون في وقاعد لي زومبر وصرتو في الحفاف. انا دوكا راني نخدم كيراتين، انا نابليكي في كيراتين السيد ونخدم سيشوار وليسور، وكاين ويلي يخدم هو يحفف، وكاين الاخرين كل واحد واش يخدم ثاني، كاين اللي يخدموا سيشوار وحده وكاين اللي يسور وحده. صالونات الحلاقة باتت مرارا للعديد من الشباب، ساعات قليلة قبل العيد وهو ما يحدث طوابير. والله يجوا يديروا ليسور بزاف سيشوار ويحفوا بزاف، كيلبس حوايج جدد لازم يكونوا، لازم تلقيت واحد تقول عريس بلا ما يحفف. لي مونديو لي كوب، لي مونديو لا كيراتين، لي مونديو كل واحد دوك لي كوب هذوما كاين في الديغرادي، كاين مارينز، كاين شحال دوك على حساب السيشوار ليسير، كاين بزاف، كاين لازم كل واحد واش يحب يدير. شباب يغزون صالونات الحلاقة بسبب الكيراتين والليسير في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا احلقوا كله او اتركوه كله. انا شايفينك داير الزيقه على هدرتها با يا شت الناس ديرها عجبتني درتها. ودوك اللي نتلاقى به داير كيراتين لسانو قطعه له. اللي يبغى يصير سلو له هذه على ثلاث رجولة زمان هندامهم الذي لطالما رمز لشخصيتهم، صرامتهم في اتخاذ القرارات، تلك هي عادات وتقاليد أجدادنا التي عهدناها في وقت مضى والتي بتنا نحن إليها في أيامنا هذه عند بعض شبابنا الذين فضلوا اتباع الموضة التي طمست عاداتنا وعقيدتنا. شعر عجيبة، شعر طويل، ارتداؤنا الأقراط والإكسسوارات لطيف، ولكنها للأسف عادت تحولت إلى الجنس الخشن وبات واقع بعض شباب اليوم الذين فضلوا التخلي عن رجولتهم والتشبث بكل ما هو عصري حتى وإن كان مخالفا لدينهم. أنا عمان تبع العمود بيانسوا أنا مع الجال لبسة جديدة تعليجان كالعادة بين سامب فالا نا لافلر من نفسه جامي اه تبع العمود. انا شايفينك داير الزيقة على هدرتها با يا شت الناس ديرها عجبتني درتها. قادر كلي هاد التحقيق حرام في القصر بيانسور على بالي باللي حرام قازع العمود ما القريحة تبع العمود ما القريحة بصح الله يهدينا تتبع العمود وين انت تبع العمود واش تلبس بس حوايج نورمال انا كيما راني لابس دوكا نلبس سروالجين نطلعو قسطو انا هكذايا كي فهمو نلبس سروالجين نهبطو ما طيحش القسطو كل واحد قسطو في اللبسه وعلاه نطلعو نطلعو هكذا ماشي كياسي ولا مود ولا سروال دوكا انا كي راني نلبسو هكذايا ولا نلبسو هادو كيف كيف هكي تسمعي. فريق جزائريون كعادته استطلع ظاهرة ونزل الى الشارع لينقل لكم واقعنا المعاش وكشف المستور الذي جعلنا اليوم نعيش في دوامة لا أخلاق. الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، وجهتنا الأولى كانت ساحة البريد المتحرك
المركزي. أطفال صغار لا يتعدى سنهم 12 سنة بقصات شعر نهى عنها رسولنا الكريم. الزيكا نهى عنها رسولنا الكريم. الزيكا القزع قصات أضحت للأسف تحليقة الكبير وحتى الصغير، وهذا كله بحكم لعنة الموضة التي رمت بنا إلى زاوية الجحيم والمعاصي. أنا داير الزيكا على خاطر الموضة، كل خطرة وتخرج تحفيظ كيف ك بلي هذه حرام، هذه التحفيفه حرام في القران على بالي. وعلاه ما لا غالب والله وداركم ما يعيطوش عليه؟ عيط عليا البيها هي كذا هاد الحفافه كيلقاش واش دير. وداركم خلاوك تدخل هكا للدار فيها التحفيفه؟ عيط عليا دائما عيط عليا عيط عليا ويزقوا عليا ما يحبوش. خويا قلنا على حفيفه التحفيفه هذه. انا جنت بعلى مود تحفيفه اللي تخرج نديرها. نحن اليوم نتساءل أين هو دور الأولياء في توجيه وتربية أبنائهم الذين تركوا عاداتهم وتشبثوا بكل ما هو غربي. هذه ليجا ما كارثة، ما فهمناش هاد الرجال تاعهم ويجابوها. وموا أنا هادو اللي يلبسوا مناقش ربوا ولادهم على هاد العادات وكاع ماشي ديالنا. احنا الجزائريين معروفين عندنا التقاليد ديالنا، عندنا الإسلام ديالنا. نورمالمون ربي في الآية يقول لك كما يقولوا راجل في بلاصتو راجل ومراه بلاصتها مراه. وهذه لا ديسيبلين تبدا من صغر، كيفاش تربي ولادك. اذا المراه كانت ما تنصحش وليدها ولا راه دائما شغل في الطريق ولا تخدم ولا ما كاش اللي يربيه. قصات ورسومات أصبح يتفنن فيها بعض الشباب الذين لا يعيرون أي اهتمام لنظرة الغير لهم. في المقابل تجد أصحاب محلات الحلاقة يرضخون لطلبات زبائنهم، فالمهم بالنسبة لهم الربح، وكل واحد مسؤول عن تصرفاتهم على حد قولهم. مو حنا اللي جانا كاع نديرو الزيكات، يعني انا بريفيري ندير هادوك ما دام ني صغير ما نديرهاش كي نكون 40 سنة. وانا نشوف عيبات كبار يديرها. جات من اوروب يتبعوا لي جوال يتبعوا لي زاكتور، وكاين وكاين كل واحد واش يدير، كاين يدير خريطه في راسو، كاين اللي ما يضرش بها هاد العفايس. تحفيفه تاع زمان قليل ما مشي يجوا يحفوها، كان يجوا اللي جان يديروا ديكرادي، كان يمشطوا على الكوتي كذا، كل واحد واش بريفيري. وكان يجي يدير زيكا. علاه انتم ما تحفوه؟ حتى يجيك لي يقول لك دير لي هذا، لازم دير له قسطوه. سينما ما تخدمش. كيفيه المشي، لأن كلاهما انسلخ عن وظائفهما وتقمص أدوارا أخرى. أصبح انفصال الشخصية، الابتعاد عن تعليم ديننا، غياب دور الأولياء، اتباع الموضة الغربية، كلها عوامل ساعدت على طمس هويتنا. التربية الإسلامية عندما تضعف وتتلاشى يصبح المواطن العربي والجزائري على الخصوص يصبح مولوعا باتباع مختلف الحضارات الأخرى، بما في ذلك مجال اللباس ومجال يعني تسريحة الشعر إلى آخره. وهذا ما يفسر سلوكات الشباب في هذا الوقت أو في هذا الزمن، حيث نجد الشباب يلبسون يعني ألبسة ضيقة وفي بعض الأحيان ممزقة، كما أنهم يعني يتفننون في تسريحات الشعر، أو قد يعني يلبس الرجل يعني قرط أو يرتدي حتى سوار أو شيء من هذا القبيل. كل هذه التصرفات تنم عن ذلك. عندما نتكلم عن سلسلة الأسباب، فإن في علم النفس الاجتماعي معروف أن الجماعة المرجعية الأولى التي تبني الفرد
وتنقش فيه مختلف التصرفات ومختلف